نظمت دار المرايا للنشر حفل توقيع وإطلاق كتاب الضرائب مصلحة من؟ بحضور مؤلفي الكتاب وهم محمد جاد، سارة سيف، وعمرو الشافعي، بيسان كساب، وأميرة جاد، ونهى مجدي، وشهد الحدث أيضا مناقشات مفتوحة حول الجوانب السياسية والاقتصادية للضرائب عبر التاريخ المصري وحتى اليوم. نشاهد المزيد من التفاصيل. سؤال هل يدفع كبار الضرائب لطرحه احد فصول الكتاب؟ هو مرتبط بالاساس بقضيه التجنب الضريبي، وهي موضوع يعني مستحدث على النظام الضريبي المصري وعلى النظم الضريبيه عموما في الدول الناميه، واول محاولات التشريعيه يعني لمعالجته كانت في قانون الضرائب سنه 2005، ثم جرت عدد من التعديلات التشريعيه كان اخرها في 2014 في محاوله لسد ثغرات التجنب الضريبي. التجنب الضريبي ببساطه هو يعني عدم دفع الضرائب بس بصورة تتوافق مع القانون، أو بمعنى آخر مساعي الشركات لإيجاد ثغرات في التشريعات الموجودة الحاكمة للنظام الضريبي المصري وللنظام الضريبي العالمي عموما لتجنب دفع الضرائب بطريقة قد تبدو قانونية. الأبدع وطور طرق التجنب الضريبي طبعا هما بالأساس المستثمرين اللي عندهم يعني مراكز مالية ومراكز أعمال كبيرة تمكنوا من ان هم يعرفوا يطوروا اساليبهم في تجنب الضرائب. والله يا عمية الكتاب في التوقيت ده تحديدا ان الدولة بتبحث فيه عن موارد، في نفس الوقت في سعيها للبحث عن الموارد دي وطئت عملية محاولة انتاج الموارد من المتاع شديدة جدا على القطاعات الافقر والطبقات الوسطى. وبالتالي الكتاب هنا شديد الأهمية والحساسية، لأن هو بيوضح لك مشكلة الضرائب فين. أول دراسة موسعة بالشكل ده على الأقل أنا أشوفها الحقيقة، تناولت زاوية الاقتصاد السياسي للضرائب وأبعاده وتداعياته الاجتماعية والإشكالات اللي بتواجه الدولة في صراعها مع نفسها ومحاولة تطوير أجهزتها لتحصيل قدراتها على تحصيل الضرائب. وبيوريكي كمان اماكن العوائق فين. هو بيوريكي كمان ان الاليات المتبعه من قبل الدوله في محاوله تعظيم مواردها وانتاج ضرائب على الثروات اللي موجوده ما بتتحققش. وهنا ده يعني الميزه الكبيره كمان في البيانات والاحصاءات اللي جمعها الكتاب، هو بيوريلك مناطق العوائق والفشل فين، وفي نفس الوقت بيقول لك ان التداعيات الاجتماعيه لضرائب معينه زي ضريبه القيمه المضافه او سابقا ضريبه المبيعات بتقع وطئتها الاشد والاكبر على القطاعات الافقر.